بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 14 من الكتاب 56، كتاب الزهد والرقائق. باب المؤمن أمره كله خير، يعني كل حال يقلبك الله فيها طالما أنت مؤمن وراض بقدر الله وشاكر لنعمائه فأنت مثاب على كل حال، وبالتالي البلاء الذي يبتلى به المؤمن ليس عقوبة، ولكن هو في الحقيقة ترقية وتنقية وليس عقوبة، ولكنه ينقيه ويرقيه، يعني ينقيه من معاصيه ويرقيه بالصبر عليه، وبالتالي يبقى كل أمر المؤمن له خير، لأن إيمانه يجعله لا يضجر من قضاء الله، يرضى بقضاء الله ويصبر على أمر الله ويشكر الله على كل حال، على القليل وعلى الكثير. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 92 بعد 607,000، قال: حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة، واللفظ لشيبان، قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. يبقى إيمانه هو الذي يجعله يرضى بقضاء الله ويفرح إذا أنعم عليه ويصبر إذا ابتلاه، لأنه يعامل الله في كل شيء. أما غير المؤمن فلا يعامل الله، لأنه لا يعرف الله أصلا، فليست بينه وبين الله معاملة، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الإفراط في المدح، لأن الإفراط في مدح الإنسان يحيي نفسه ويعجبه بنفسه فيكون حائلا بينه وبين ربه فيضره، وبالتالي الإنسان يتجاوز في المدح، يعني يتجوز، يعني إذا كان لابد حيمدح يوم لا يبالغ. يبقى ليس النهي عن مطلق المدح بل عن المبالغة في المدح، وليس عن مطلق المدح. أما في جانب الأنبياء والرسل فمدحهم لا يؤدي إلى ضرر لكمالهم، فهم لا يتكبرون، وبالتالي امدح في الرسل والأنبياء ما شئت، لأنه لا يخاف عليه من الضرر. والنبي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي مبالغة تصل بكم إلى أن تؤلهوني، وبالتالي يبقى أما تمدح النبي امدحه بما شئت، ولكن ما زال مخلوق لله عز وجل، ليس إله، ما زال مفتقر إلى الله، مستغني بالله. ف
فلم ينهى عن مطلق الإطراء بل عن الإطراء المبالغ فيه عن حد العبودية. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا يعني أحسبه بقى أقول بقى كذا وكذا في المدح الذي سئل ولكن تفوض الأمر إلى الله لأنك لم تعلم منه إلا ظاهري أما باطنه فلا يعلمه إلا الله. وعن أبي قال وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال أخبرنا غندر قال شعبة حدثنا عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يعني حملته ما فوق طاقتك لأنك كلفته أمور قد لا يستطيع أن يصلها. يقول ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وإن كان النبي مدح بعض الصحابة في وجوههم قال سيدنا أبو بكر ألست منهم يا أبا بكر مثلا وقال سيدنا عمر الشيطان لا يسلك فجا فيه عمر يبقى إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أمن أن يعني يحدث لهم فساد بسبب المدح مدحهم والنبي أعلم بما يصلح كل إنسان فالنبي فيبقى المدح ليس منهي عنه مطلقا ولكن ينهى عنه إذا كان يؤدي إلى إفساد الممدوح. وعشان كده الحكام حكام المسلمين زي ما قلنا امبارح حسام بن زيد يقول إيه لا أنصحه جهرا ولا أمدحه ليه بقى لأن مدحه الزائد يؤدي إلى تجبره واستبداده ونصحه جهرا يؤدي إلى قلة حشمته أمام الناس فيتجرأ الناس عليه فهمت؟ يبقى الإنسان لازم يعني يزن مسألة المدح دي لأنه داء ودواء أحيانا يكون دواء لبعض الأحوال وأحيانا يكون داء في بعض الأحوال فعليه أن يقدر الأمور بحكمة. هناك من إذا مدحته كثيرا فسد وهناك من إذا لم تمدحه يفسد فالإنسان يكون إيه إذا كان ولا بد مادح يبقى إيه لا يبالغ في المدح. وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاشم ابن القاسم حا قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع وليس في حديثهما فقال رجل ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وعن أبي قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه. الإطراء هو المبالغة في الثناء الإطراء يطريه يعني يبالغ ويطريه في المدح يعني يبالغ في المدح فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى جميعا عن ابن مهدي
واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب وقال أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. لأن ده أمير من الأمراء تكثر مدحه يتجبر على إيه؟ على رعيته، فينبني عليها إيه؟ مضار كثيرة. وأول من يضر هو الممدوح نفسه، لأنه هذا يكون داعيا له أن يظلم الناس. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وهذا على سبيل الزجر لهم. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن همام عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب مناولة الأكبر، يعني لما تكون هتقدم شيء والناس قاعدين أعداد كبيرة تبدأ بالأكبر، في الأكبر مقاما أو سنا. كويس. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا صخر يعني ابن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. يعني ده منام شافوا النبي صلى الله عليه وسلم رؤية نبوية شريفة. قال أراني في المنام أتسوك، يعني أراني ربي في المنام أني أتسوك بسواك فجذبني رجلان، فاتنين رجلان في المنام جم يريدوا ان هما ياخذوا السواك مني بعد ما تسوكت، احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر. احنا عارفين ان ايه لو كان الرجلين امامه يبقى يد الكبير، طب لو كانوا على جانبيه يبدأ باليمين ولو أصغر أو يستأذن الأصغر، يبقى لو كانوا على جانبيه يبدأ باليمين حتى ولو كان الأصغر، ولو كانوا أمامه يبدأ بالأكبر. فهمت بقى؟ لأن أنت مرينا علينا حديث لما سيدنا عبد الله بن عباس كان جالس يمين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر على إيه؟ على يساره، فسيدنا رسول الله استأذن عبد الله بن عباس بعدما شرب انه يعطيها لابي بكر، فسيدنا عبد الله بن عباس تمسك بحق وقال لا اوثر سؤرك احدا يا رسول الله. فاكرين احنا الحكايه دي؟ يبقى مفيش تناقض هنا، لان كان مش يكبر مطلقا، يبقى يكبر لو جاءه من قبل وجهه، اما ان كانوا على جانبيه فيعطي على الايمن ولو كان اصغر. واضح؟ حتى تجمع بين الادله ما بقاش في تناقض يعني. باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال
كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة تصلي. يعني كان يجلس يحدث الناس مستند ظهره على جدار حجرة ستنا عائشة وهو قاعد في الروضة الشريفة، ويقول اسمعي يا ربة الحجرة عشان تسمع ما يحدث به الناس، من باب ايه؟ التثبت، عشان لو ناسي حاجة هتقرروا عليها او تزود له معنى او شيء من هذا. وعائشة تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفة؟ إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. يعني كان النبي حديثه فيه تجوز، ما يكلمش كلام كتير عشان الناس تعرف تحفظ، أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تسجل، فكانوا بيسجلوا بأذانهم وقلوبهم. فكان النبي لا يكثر الحديث في المجلس الواحد، ويكرر الحديث عدة مرات، ويقوله بطريقة فصيحة واضحة يسمعه الإنسان، بيستطيع أنه يعد كلامه صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع. لكن سيدنا أبو هريرة كان عنده بقى حديث كثيرة، فكان يقعد يقول للناس إيه حديث طويلة كثيرة في مجلس واحد. فستنا عائشة بتقول لهم النبي ما كانش كده. طب ما هو أبو هريرة مش النبي، خد بالك، أبو هريرة مش النبي، أبو هريرة بيبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، وحدثوا عني ولا حرج. وهذا الأمر كان في أول الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب غير القرآن حتى لا يختلط مع القرآن. فكان ايه؟ كان عايز المكتوب بس هو القرآن في الأول، حتى ايه؟ لا يختلط مع القرآن غيره. وبعدين لما أمن ذلك صلى الله عليه وسلم ترك الناس اللي يكتب يكتب، خلاص أمن ذلك. يبقى في أول الأمر نهاهم أن يكتبوا عنه شيء حتى لا يكون المكتوب إلا القرآن فقط، حماية لجناب القرآن فلا يختلط بغيره. وأذن لبعض الناس أنه يكتبوا، قلة زي عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له قريش: أتكتب كلام النبي وهو بشر يغضب ويرضى فيقول في الغضب والرضا؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلام قريش، فقال: أكتب فوالله لا يخرج إلا حق. يبقى أذن لبعضهم، يبقى كان في أمر عام إن هم ما يكتبوش غير القرآن، وفي إذن خاص للبعض يكتب زي عبد الله بن عمرو وغيرهم. ثم بعد ذلك لما امن ترك الناس وقال اكتبوا لابي شامه، مش النبي قال لهم كده اكتبوا لابي شامه؟ وكتب لابي شامه مكتوبا، وكتب لسيدنا ابي بكر ايه؟ نصاب الزكاه، نصب الزكاه، زكاه الزروع، زكاه الغنم، كتبها لابي بكر وامره ان يكتبها حتى لا ينساه. وكتب لسيدنا علي بن ابي طالب وهو ذاهب لليمن ايه؟ الديات في الجنايات ديت، قطع الاصبع وقطع اليد والجروح المختلفه وانواعها وقدر ديتها، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الامر ده كان امر في وقت مخصوص لعله مخصوصه، فلما زالت العله وتغير الوقت صار بعد ذلك تكتب كل حاجه، لان خلص القران عرف اتعرف ده قران وده سنه. واضح؟ قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، وحدثوا عني ولا حرج. يعني اكتفوا بأنكم ما تسمعوا كلامي تحدثوا بس تنقلوا، لكن ما تكتبوش مخافة أن يختلط بالقرآن. ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. وقصة أصحاب الخدود دي موجودة في سورة البروج، يبقى كأن القصة دي تفسير لما في سورة البروج. وعن أبي قال: حدثنا هداب ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت. فابعث لما كبر الساحر يعني قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. يعني الغلام اللي كلفه الملك انه يتعلم من الساحر، كان لما يروح للساحر عشان يتعلم منه سحره يمر في الطريق على راهب عابد، فيقعد معاه شويه يسمع كلام الراهب فأعجبه كلام الراهب العابد. كويس. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. لما يروح للساحر يروح متأخر، الساحر يقول له تعال الساعة 8، يمر على الراهب يروح للساحر على الساعة 10 يضربه. كويس. ويعاقبه. فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. يعني بيقول له قول لهم الحجة، يعني لو اتأخرت عند الساحر قول له والله يا أهلي كانوا كلفوني بعض الإيه المصالح فتأخرت، ولما يتأخر وأهله يشتكوا يقول لهم والله اتأخرت عند الساحر بيعلمني أعمل إيه، كان عندي محاضرات. فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. فمر من المرات وهو ماشي في طريقه كالمعتاد للراهب والساحر، لقى دابة يعني حيوان مفترس كبير ضخم واقف في طريق الناس اللي هي عايزة تعدي، فالناس خايفة تعدي قطع الطريق على الناس. كويس. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. يبقى عمل علامة بينه وبين ربه، كان محتار ان انا استمر مع الراهب ولا استمر مع الساحر. فايه فمسك حجر لا يقتل كالمعتاد دبه ضخمه كده، وقال: اللهم ان كانت الراهب احب اليك من الساحر فاقتل هذه الدبه، ورماها ايه بالحجر فماتت. فربنا اداله علامه ثبت قلبه انه يستمر مع الراهب. كويس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني. ده دي كرامة، ده أنت بقيت ولي. فهمت إزاي؟ ده أنت قال له أنت اليوم أفضل مني، يعني من حيث الولاية يعني وخرق العادات. قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. يعني كده هتشتهر. الناس طبعا شافوا الغلام تخلص من الدبة بحجر، الناس بقوا ايه ده بركاتك يا عم الشيخ، وبقى بالنسبه لهم بقى ولي كبير. قال له ده انت هتشتهر وهيبلغ من امرك ما ترى، وهتحصل بلاء بقى مع الشهره دي هتبتلى. فهمت؟ قد بلغ من امرك ما ارى، يعني شهرتك امام الناس، وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. طبعا لما الناس شافوا الحكاية دي بقوا يقفوا عليه طوابير، اللي عنده ابنه عيان يمستحلوا عليه يخف، واللي عنده مشكلة يمسك له الورق بتاعه يقول له إن شاء الله يمشي، واخد بالك، واللي عنده دب حارون يمسح له عليها تبقى ماشي كويس. بقى طول النهار إيه عنده بقى إيه، يعني الناس أقبلت عليه إقبال عجيب. فهمت؟ وربنا بارك له في هذا من باب خرق العوائد للأولياء، وهذا يدل على إيه جواز الكرامة للولي في كل أمة من الأمم، حتى الأمم السابقة
ان الكرامات موجوده حتى في الامم السابقه، لان في ناس تنكر الكرامات، هي موجوده في السنه الشريفه. وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص، يعني دي امراض لا علاج لها، يبقى ايه؟ كان يبرئه على سبيل الكرامه من الله عز وجل، ويداوي الناس من سائر الادواء، يعني من كل الامراض. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فاتاه بهدايا كثيره، فقال: ما ها هنالك؟ فقال: ما ها هنا، ما ها هنا لك، يعني ما ها هنا من هدايا يعني لك اجمع، ما ها هنا لك اجمع، يعني كل الهدايا الكتيره دي ليك، بس ترد لي بصل. راجل غني من ايه، من الناس اللي بيقعدوا مع الملك، اصيب في عينه، فالناس قالوا له روح للصبي ده، ده هو ده ربنا بيكرم الناس بيه. فجمع هدايا ضخمه جدا وخدها معاه، وقال له كل الهدايا دي ليك ان انت شفيتني، لو انت ايه شفيتني، يعني ايه رددت الي بصري. فقال: اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله، فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك. فامن بالله فشفاه الله. فاتى الملك فجلس اليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ يبقى كان الملك ده يدعي ايه؟ الالوهيه، خلي الناس تعبده. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام. فقال له الملك: اي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال: اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب. فقيل له: ارجع عن دينك. فابى، فدعا بالمئشار، المئشار اللي هو المنشار، المئشار اللي هو المنشار، فوضع المئشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فابى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. يعني إيه؟ ارموه من فوق الجبل العالي لو ما رجعش عن دينه. فذهبوا به، فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل، حصل زلزال في الجبل، فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور. قرقور اللي هو سفينة، يعني قرقور زي قارب، يعني سفينة يعني. فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال للملك: أنت مش هتعرف تقتلني، اللي هيموتني ربنا. اقول لك الطريقه، انت عايز تموتني، اقول لك انا الطريقه. فهمت ازاي؟ برضو دي كلها كرامات لهم. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني. يعني هتدخل في الاسلام، تؤمن بالله، وامام الملأ، امام البلد كلها اللي هم اصلا مخليه مستعبدهم، فاهم؟ يبقى هو يموت والبلد كلها تسلم، فاهم؟ دي برضو ايه، يعني حيله من ايه، من الغلام. ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فانك اذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس
كان غبي، مالك غبي، فهمت ازاي؟ لكن هو ربنا تملي، اصل الكافر تلاقيه عنده نوع من الغباء. طب انت عايز الناس تعبرك تعملها في الملأ، واخد بالك؟ مش يبقى كده انت بينت انك انت لا انت اله ولا حاجه، فهمت ازاي؟ علشان تعرف ان الكفر يساوي الغباء وان الايمان يساوي الذكاء، دي الحقيقه، ان اي كافر غبي، انما العالم صحيح هو اللي يعرف ربه. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم اخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس امنا برب الغلام، امنا برب الغلام، امنا برب الغلام. كل الناس ايه؟ امنت. فاتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذر. أنت أصلا كنت عايز تقتل الغلام عشان ما إيه؟ الناس كلها ما تكفرش بيك وكفروا بيه. يعني جالك اللي كنت خايف منه. فهمت؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك. السكك جمع سكة، والسكة اللي هي الطريق. فخدت يعني حفرت، وأدرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، يعني أحرقوه في هذه الأخاديد، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها. يعني امرأة ماسكة ابنها رضيع وجاء عليها الدور عشان تكفر أو يلقوها في النار، فبياخدوا منها ابنها وعشان ترمي. تقاعست يعني ايه؟ تراجعت، تلكأت، ترددت، ادي معنى تقاعست، ان تقع فيها. فقال لها الغلام يا امه اصبري فانك على الحق. وده ممن تكلم في المهد، وده من ضمن الاطفال اللي تكلموا في المهد اللي النبي قالهم صلى الله عليه وسلم. فاكرين كتاب من تكلم في المهد اللي شرحناه في رمضان؟ ذكرنا ايه قصة هذا ايه الصبي الذي تكلم في المهد. فثبت امه على سبيل الاكرام لها وكرامة له، فقال لها يا امه اصبري فانك على الحق. وفي رواية قعي ولا تقعسي فانك على الحق. قعي ولا تقعسي، يعني تقدمي ولا تترددي فانك على الحق، فان ناره كنار الدجال، هي الجنة. مجرد يلقيك في النار لقيت نفسك في الجنة، زي نار الدجال. النبي يقول لك ايه؟ من وقع فيها وجد نفسه في الجنة. ونقف على باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.